سجل حافل بالأبطال الذين ساهموا بأدوار فعالة في حرب أكتوبر المجيدة، ومن بينهم الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر. تدرج الفريق عبد المنعم خليل في المناصب القيادية حتى تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في سبتمبر عام 1969. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات، ومن بين هذه الأسماء الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق عبد المنعم خليل في محافظة المنيا في الأول من إبريل عام 1921، وتخرج في الكلية الحربية في مايو عام 1942. خاض حروب مصر المعاصرة بدءا من الحرب العالمية الثانية، وتدرج في المناصب القيادية في سلاح المشاة حتى وصل إلى قائد الجيش الثاني الميداني في سبتمبر عام 1969، وحتى يناير عام 1972. بعد ذلك تولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة في يناير عام 1972، ثم قائدا للمنطقة المركزية العسكرية من أكتوبر عام 1972 وحتى 15 من أكتوبر عام 1973، ثم تولى قيادة الجيش الثاني الميداني مرة أخرى خلفا للواء سعد مأمون في 16 من أكتوبر عام 1973 وحتى 12 من ديسمبر عام 1973. وتقديرا لدوره العظيم أثناء قيادة الجيش الثاني الميداني وتحقيق النصر العسكري العظيم، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، ومن أهمها وسام نجمة الشرف العسكرية، وحصل على رتبة الفريق الشرفية عام 2013، ومنح الدكتوراه الفخرية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا تقديراً لعطائه العسكري.